في واحد في الدنيا يسأل واحدة ست عندك كام سنة؟ عايزين ايه؟ عايزين الواد ده نفتح بيه المندل. انتوا مين اللي بعتكم؟ يعني ايه؟ يعني انتوا جايين من طرف سلوى ام المصريين ولا الشيخ علاء انزحة ولا الست فايزة تخشيبة؟ ولا من طرف ده ولا من طرف ده. وبعدين مين سلوى ام المصريين دي اصلا؟ وعملت ايه اصلا للمصريين عشان تبقى امه؟ تصدقي بقى ان انت ست لبط ما تتكلميش معايا تاني، فاهمة ولا لا؟ انت باين عليكي مستكنة، انا هتعامل معاك انت. طب والله ما انا ساكتة، ايه رأيك بقى؟ احنا جايين عايزين في مصلحة، يا تقول اه يا لا، احنا عايزين الواد ده وهنديك يوميته، ايه رأيك؟ لا لا ده مؤاخذة، ده غالي قوي. يعني اجره غالي اللي هو كام يعني؟ ايه دول؟ 5000 عمود كبير. يخرب بيتك. موافقين. سلام يا سلام. ايوه ابي بقى ابي بال 5000، ما تسيبيها بقى، خليكي مع دار خير امبال. 5000. وعلى فكره يا ريت كل واحده فيكم تطلع حته دهب وتسيبها لي قبل ما تمشي. ليه بقى ان شاء الله؟ تذكار. نبي عسلوي انت.